حلوه مبادره جميله سلطان. مبادره جميله والله حلوه بسوي نفسيه صار. انا الرسام اللي رسم صوره سلطان لو يرسم عبد المجيد يرسمه مرتين لا يلا خلنا نسمع عسيم. هو يقول خلنا نسمع عسيم يسلم يا ابو لاف يسلم. لا يا ابو لاف خذ دقيقتين يلا تفضل. اقول شوف مو بلازم انها يعني يكون بينك. اي معلم معلم فهمتك. شخص في باله إيه؟ شخص في باله جاء والحق قال يا ود ذا قلب الشخص اللي في بالك. شخص مثلا يهودي خارجي من الكلام ذا اعطوك المشرط ذا قالوا يا ولد اطعن قلب الشخص ذا. من هو هذا الشخص اللي راح؟ اول ما طرع علي كلمه نايف الاجنبي تذكرونها كلكم. انا ما راح اقولها. اللي قالوا له وش الشخص اللي تبي تنتقم منه؟ من قال؟ اللي ذبح محمد الدره. اللي ذبح محمد الدره هذا طرشتني والله اني قلت ما تطعن نايف. هذا كلنا اتوقع صح يتكلم على سيرتنا جميعا. محمد الدره فلسطيني. ايوه اللي مات الله يرحمه ويغفر له وان شاء الله ربي يقبل شر الشهيدين ان شاء الله. فسوف اخترق قلبه. والاجابه كافيه. نعم طيب عبد المجيد. انا قلت اقول كل حاسد كريه. لا لا حاسد كريه انصحه بس لا تقول كذا. شخص شخص يا سيدي. شخص الحسود يا طيب. نعم مش عيب ومش عيب. انا ودي اقتل كل ما كل ولا عادي لازم اقول شخص كل من شخص الطموحات اذا في شخص يعني عندكم اكثر جرأة يا عيال. يعني برنامج كاريزما واحد خلوه يا عيال انه يتفوق على كل البرامج الواقعيه بالجرأة. يلا بسم الله والله العظيم اقدح اقدح اروح اقدح اقدم العمده 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 اعطانا الضوء الاخضر.